نحييكم مشاهدينا وننتقل واياكم لمواكبه التطورات في ارضنا المحتله فلسطين، لا سيما في القدس المحتله، حيث في عمليه فدائيه تم تنفيذها في شمالي القدس. المعلومات حتى الان وفق وسائل الاعلام الاسرائيليه تحدث عن اكثر من 5 قتلى من المستوطنين الاسرائيليين وعدد من الجرحى، تتفاوت اصابات شدة الإصابة بين يعني خطيرة ومتوسطة وما إلى ذلك. هذا المشهد في القدس المحتلة يأتي بعد يوم على المجزرة التي قام بها الاحتلال في جنين، وبعد التطورات التي شهدناها الليل أمس أيضا من قطاع غزة، حيث أطلق صاروخان باتجاه المناطق المستوطنات المحازية لقطاع غزة، والتوتر وأيضا القصف الإسرائيلي الذي طال القطاع. إذن المعلومات تتوافد تباعا مشاهدينا حول هذه العملية الفدائية الكبيرة البطولية في القدس المحتلة. العدد حتى الآن بالنسبة لحصيلة هذه العملية وفق وسائل إعلام إسرائيلية أكثر من 5 قتلى وعدد من الجرحى. ومعنا الآن من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، تجمل لنا المشهد حتى الآن في تطوراته في القدس المحتلة، ونحن نشاهد هذه الصور مباشرة من القدس المحتلة حيث مكان العملية الفدائية الكبيرة البطولية التي تم تنفيذها، وما زال أيضا الحضور بالنسبة للقوى الأمنية الإسرائيلية ومواكبة ما جرى. وحديث وسائل الإعلام أن هناك من يتم مطاردتهم أيضا، تعتبر أو وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاركون بتنفيذ هذه العملية. إذا القناة 13 الإسرائيلية تقول 8 قتلى في عملية القدس. يا ناصر. تحياتي رامية. العملية كانت صادمة للإسرائيليين لسبب واحد، أنهم في حالة استنفار كبير وغير مسبوق، استنفار شرطي واستنفار الشباك واستنفار كتائب الجيش الكثيرة في الضفة الغربية وكذلك على حدود قطاع غزة، ومع ذلك إرادة القتال عند الفلسطينيين. بل الانتقام على ما حدث في جنين كان أكبر من أي ضوابط. وطبعا العملية كونها في القدس تأخذ أهمية كبيرة جدا بعد 30 ساعة من مجزرة الاحتلال في جنين، بعد ساعات من إطلاق الصواريخ على عسقلان، وبعد 24 ساعة من إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني. تتزامن العملية مع وصول رئيس CIA إلى المنطقة. كل هذه العوامل لم تشفع للإسرائيليين بأن ينجوا بفعلتهم. على ما يبدو، وهذا ما أسمعه الآن من إذاعة الجيش، أنهم يخشون أنها باكورة سلسلة عمليات لن تتوقف، وأن الأمور وصلت حد الانفجار، وأن الكوابح لم تعد تعمل وفق التطورات الميدانية. بعد نحو شهر من تشكيل حكومة نتنياهو الدموية التي فيها بن جبير وسموتريتش، العدد كما ذكرت لغاية الآن لم تعلن شرطة الاحتلال انتهاء العملية، بمعنى أنه لا تزال المنطقة تتعرض للتمشيط. هناك روايات عدة، يقال بأنه هناك فلسطيني تم قتله، لكن إسرائيل قد تقتل أي عربي يسير في الطريق في مثل هذه الحالات. لا، إسرائيل وجهاز المخابرات لم تعلن انتهاء العملية. قيل بأن المنفذ استخدم مسدسا، بمعنى عدد رصاصات محدود وعملية من مسافة صفر. ويقال بأن حاخام كبير قتل في منطقة النبي يعقوب مكان العملية شمال القدس. التطورات الميدانية في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة كلها تنذر بأن مرحلة جديدة تبدأ، وهي مرحلة الرد على جرائم الاحتلال. البيانات الصادرة عن التنظيمات الفلسطينية في الساعة الماضية كانت حذرة، وكانت تقدر بأن استنفار الاحتلال ووجود طائرات الدرون في منطقة في فلسطين إنما هي محاولة لردع الرد الفلسطيني، لكن هذا ما حدث. القدرة ربما يعني المكان كما أشرت ناصر، القدس المحتلة مسرح العملية الفدائية الكبيرة هذه، وعدد القتلى الكبير، الاستنفار الأمني، والوقت الزمني الفاصل بين مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال وتنفيذ هذه العملية بهذا العدد الكبير من القتلى من المستوطنين، وربما يكون كما أشرت زميلنا ناصر إلى وجود حاخام أيضا من
بين هؤلاء القتلى وعدد الجرحى الكبير. هذه لها دلالات كبيرة وأيضا يمكن أن يبنى عليها، لا سيما مع الاستنفار الأمني الإسرائيلي الكبير والتصعيد الذي شهدناه منذ تسلم هذه الحكومة، حكومة نتنياهو. تفضل ناصر. نعم رامي، بالذات القدس اليوم عشرات الآلاف في المسجد الأقصى صلوا صلاة الغائب على شهداء جنين. جميع مساجد فلسطين صلت صلاة الغائب. كانت تتمزق القلوب ألما على ما حدث في جنين. استنفار الاحتلال في القدس ليس فقط رمزيتها وقدسيتها وكونها العاصمة العربية المحتلة، وإنما عدد الجنود وعدد كتائب الجيش وعدد المخبرين والعسس المتواجدين في شوارع القدس. يكاد أي كبير أمني ينظر إلى المنطقة يعرف بأنه شبه مستحيل تنفيذ عملية. كل شيء يفتش رامية، كل شيء يتم التدقيق فيه، كل شيء يخضع للإجراءات الأمنية الإسرائيلية الصارمة، بالإضافة إلى الجدار وبالإضافة إلى كون هناك عملية تفتيش فردي للأجساد. مع ذلك تنفذ العملية. هذا يثبت مرة أخرى بأن إرادة القتال موجودة، لكن كانت تحتاج إلى إرادة سياسية. مجرد أن التنظيمات الفلسطينية إذ ترفع للاحتلال كارت أحمر يكون هذا نتيجة حتمية لما سيحدث في المستقبل إذا ما استمرت حكومة نتنياهو بجرائمها ضد الفلسطينيين، وهذا ما يصرح به قادة الحكومة على صعيد ربما ناصر العنوان القدس، لأنه الكثير من الأقلام كتبت والتحليلات أنه في عملية محاولة ليكون هناك كوابح لنوعية المقاومة والعمليات المقاومة التي شهدناها مؤخرا في الضفة بين جنين ونابلس وبعض أيضا المدن الأخرى أو المناطق الأخرى في الضفة الغربية. كان في محاولة لمنع الانفجار أو وصول الأمور وتطوراتها تحديدا والانتقال إلى القدس المحتلة، ولا سيما في مدى زمني ألا وهو شهر رمضان المبارك. فنحن أمام ربما يعني قفزة نوعية بالنسبة للخلاصات فيما كانت تتوخاها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والنتيجة التي نراها اليوم في القدس المحتلة في هذه العملية، عدد القتلى الكبير، عدد الجرحى أيضا الكبير، في التنفيذ بإطلاق النار حتى الآن الحديث عن مسدس، وبالتالي إمكانية تحقيق كل هذه الإصابات بمسدس من عملية في دائية. هذا نريد أيضا أن نتابعه وإياك ناصر، لكن أنا نشير أننا في هذه التغطية نشاهد هذه الصور مباشرة، إن كان مشاهد أولية لعملية القدس المحتلة وواقع هذه المكان الآن مباشرة في الزاويتين أو النافذتين على شاشة الميادين. ونحن أيضا معنا زميلتنا هناء محميد منضمة إلينا من القدس المحتلة، وأيضا أحمد غانم من قطاع غزة المحاصر الذي شهد ليل القطاع وفجر هذا اليوم إطلاق لصاروخين من المقاومة أعلنت حركة الجهاد تبني، وأيضا أطلقت اليوم أو بثت كتائب القسام صور للمضادات الجوية التي تصدت أيضا للغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للمقاومة. ومعنا أيضا زميلنا جمال الغربي من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، حيث للاجئين الفلسطينيين، حيث خرجت أيضا مسيرات ومظاهرات تحركت فيها ابتهاجا بهذه العملية، والتي شهدنا أيضا مثلها في مخيم جنين التي خرج فيها أهاليها فرحا وابتهاجا بهذه العملية. هنا كيف تبدو الصورة لديك؟ نعم راميا، يعني دعيني أبدأ من أنه تقريبا في كل المناطق المحيطة بمدينة القدس في عدة نقاط عمليا فلسطينية، رام الله، مخيم قلنديا، منطقة بلدة بيت حنينة، العديد من المناطق يعني تشهد حالة فرح لهذه العملية، هو فرح شعبي بسبب عملية جاءت كرد على مجزرة نفذها الاحتلال بالأمس في جنين، مفرقعات، إطلاق رصاص للاحتفال حتى في غزة على ما أظن، وكذلك طبعا في رام الله أبواق السيارات في الشوارع الرئيسية وفي عدة مناطق. هذا من جهة. من جهة أخرى إسرائيليا، الآن تعلن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا طارئا بعد قليل يعني البحث في مجريات وبتفاصيل هذه العملية. المفتش العام أو المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أيضا تحدث وقال بأنه الحديث يدور عن عملية صعبة ومركبة مع يعني فيها العديد من الجرحى
وطبعا القتلى، وبأنه الآن الشرطة الإسرائيلية يعني تضع كل جهدها وثقلها لكي تتأكد من أنه لا يوجد هنالك منفذ آخر أو مساعدين لمنفذ العملية التي تقول بأنها قامت تستعمل مصطلح تصفيته. ونحن حتى يعني طالما لم يصدر بيان رسمي باستشهاده يعني لا نستطيع أن نعلم ما حالة منفذ العملية حتى الآن، من أين خرج منفذ العملية. هنالك العديد من المعلومات المتضاربة التي أيضا يعني لا يمكننا أن نتحدث عنها. سنكمل في هذه التفاصيل وإياك يا أنا. نشير أيضا أن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين قال نبارك العملية البطولية ونؤكد أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة. وكذا الأمر بالنسبة لحركة حماس، حيث الناطق الرسمي باسم الحركة حازم قاسم تحدث بأن هذه العملية تأتي انتقاما لشهداء جنين. وينضم إلينا سيد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس معنا مباشرة على الهواء. تعليق مباشرة الموقف الذي يعني أطلقتموه والمشهد الذي نراه ونواكبه في القدس في هذه العملية الفدائية. نعم، اليوم الشعب الفلسطيني يثبت معادلة أنه لا يمكن أن تمر جرائم الاحتلال دون رد مناسب. اليوم يتحرك مقاتل ومجاهد من أبناء شعبنا الفلسطيني من مدينة القدس عاصمة فلسطين يوجه لطمة إلى كل المنظومة الأمنية الصهيونية عبر هذه العملية الفدائية النوعية. هذه العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يضيع دماء أبنائه. ساعات بعد مجزرة جنين كانت غزة حاضرة عبر الفعل القسامي وعبر ما حدث من رد على الاحتلال، ثم بعد ساعات من تحرك غزة جاءت العملية من قلب العاصمة، وقبلها كانت هناك فعاليات شعبية في الداخل المحتل، وأيضا كان في لبنان هناك حراك مشابه. إذا كل الشعب الفلسطيني يتحرك مرة واحدة للرد على جرائم الاحتلال، ونثبت معادلة الردع، ردع هذا المحتل عن ارتكاب مزيد من الجرائم. اليوم المقاومة تثبت عبر هذا الفعل أن عقلها الأمني والاستخباري، ولو كان عقلا فرديا يستطيع أن يهزم الأمن الصهيونية مجتمعة. اليوم المنفذ لهذه العملية المقاتل المجاهد الشهيد يلطم وزير الأمن، ما يسمى بوزير الأمن القوي بن جزير، على وجهه، الذي هدد وتوعد وأرغى وأثبت تهديدا لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة. فإذا تأتيه هذه الضربة من حيث لا يحتسب بعملية نوعية وبعملية كبيرة انتقاما لدماء أبناء شعبنا الفلسطيني وردا على جرائم الاحتلال ضد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وردا على نهب الأراضي المستمر في كل مدن الضفة الغربية. اليوم يحتفل شعبنا الفلسطيني ونحن هنا في قطاع غزة، نرى الجماهير التي تخرج من كل حدب وصوب احتفاء بهذه العملية، لنرسم كفلسطينيين معالم وحدة وتكامل الفعل النضالي في كل ساحات تواجد شعبنا الفلسطيني. هذه معركة مستمرة ومفتوحة، هذه معركة لا يمكن أن تنتهي إلا بانتصار شعبنا الفلسطيني، لا يمكن أن تنتهي إلا بطرد هذا المحتل المستوطن الغريب عن كامل أرضنا الفلسطينية. الاحتلال لا يمكن إطلاقا أن ينتصر في معركة الإرهابات ضد الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ. وبالتالي ما بعد هذه العملية وما سبقها من مجزرة جنين وما جرى ليل أمس فجر اليوم في قطاع غزة بين يعني ما أطلقته المقاومة والغارات الإسرائيلية، كيف ترقبون أو تقدرون الموقف بالنسبة للسيناريوهات؟ لأن المشهد اليوم في القدس يدفع مباشرة للسؤال حول ذلك سيد حازم. ما قبل العملية وما بعد العملية سيان، هذه معركة مفتوحة. الاحتلال بالأمس ارتكب مجزرة وقتل أكثر من 10 من أبناء شعبنا الفلسطيني من بينهم امرأة مسنة. المقاومة تحركت، الشعب الفلسطيني عبر الفلال الشعبي تحرك، المقاومة في القدس نفذت هذه العملية. هذا هو مستصغير أو نموذج للمعركة الكبرى التي يخوضها شعبنا ضد هذا الاحتلال منذ أكثر من 70 عام. نواصل هذا القتال، نواصل هذا الجهاد من أجل طرد الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، لا نخشى تهديداته ولا وعيده. نواصل هذا الفعل المشروع بكل
الشرائع والقوانين الدولية ونضرب بعرض الحائط هذه الحكومة ومواقفها اليمنية المتطرفة. شكرا جزيلا لكم سيد حازم قاسم الناطق الإعلامي باسم حركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة المحاصر، ونحن وإياكم في هذه التغطية. مشاهدينا، هذه الصورة التي نراها على شاشة الميادين هي صورة قتلى العملية الفدائية الكبيرة التي نفذت في القدس المحتلة، وما نشاهده أيضا في الصورة هي واحدة من مظاهر الاحتفالات بهذه العملية في القدس شمالي القدس. إذن مشاهدينا، هذه الصورة لقتلى العملية المستوطنين الإسرائيليين الذين سقطوا في هذه العملية البطولية في شمالي القدس، عملية نوعية موقعها، عدد القتلى، السلاح المستخدم، المنفذ حتى الآن هو فرد، أي يعني عملية فردية، إمكانية تحقيق هذه الكم من الإصابات وتحقيق هذا العدد من القتلى له دلالات، لا سيما على مستوى الاستنفار الأمني الذي شاهدنا. هذه الصورة هي صورة مهمة جدا، سيكون لها تأثير مباشرة على يعني على الداخل الإسرائيلي، لا سيما ما بعد هذه الحكومة المتطرفة، حكومة نتنياهو واليمين الفاشي المتطرف فيها، والقفزة الكبيرة في الهمجية والممارسات التي ومزرت جنين بالأمس. ومعنا من قطاع غزة زميلنا أحمد غانم، كيف تبدو غزة الآن يا أحمد مع بعد هذه العملية؟ نعم رامية، الحقيقة بعد الليلة التي أو بعد الحدث الجم الذي تابعناه في جنين والذي أدى إلى ارتقاء عدة شهداء، باتت غزة ليلتها حزينة. الحقيقة أنه غزة لأنها شعرت يعني أو عاشت هذه أجواء الفقد وأجواء الحزن هي تغرق فيه حتى يعني حتى رأسها. الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي كان يعني كان واضحا حالة الحزن الكبيرة، حالة الغضب التي تابعناها في الشوارع. حتى اليوم في المسيرات التي خرجت في قطاع غزة كانت هناك مسيرات حاشدة. اليوم بهذه العملية يمكن القول بأنه شفي غليل الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا، وربما في كل فلسطين الشيء القليل. هذه العملية أعادت الأمل وأعادت شيئا من الفرح إلى الفلسطينيين. عمليات إطلاق نار في الهواء، عمليات إطلاق ألعاب نارية في الهواء، الآن يعني تردني معلومات عن مسيرات عفوية في الشوارع في مناطق مختلفة من قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، عمليات توزيع حلوى. يعني أرسلنا صور قبل قليل يعني للميادين يوزعون الحلوى ابتهاجا بهذه العملية. ونحن نسمع الآن وإياك أحمد ومشاهدين التكبيرات التي تخرج بقطاع غزة من المساجد ابتهاجا بهذه العملية في القدس المحتلة، وفي إطلاق مفرقعات نارية ونار أيضا من ضمن المظاهر التي تعبر عن الفرح بهذه العملية البطولية الكبيرة في القدس المحتلة، مكانا كما نوعا دلالة وأيضا الأهمية أحمد. بكل تأكيد هذا يعني مؤشر مهم لما كانت تقوله الفصائل دائما، كانت تؤكد على وحدة ساحة الوطن، كانت تؤكد على وحدة المصير والجغرافيا بين كل أبناء الوطن. إسرائيل أرادت أن تحيد غزة عن محيطها الجغرافي، أرادت أن تعزل غزة عن الضفة الغربية وأن تحيد مقاومتها عن الضفة الغربية، فلا المقاومة تحيدت ولا الشارع الفلسطيني استطاعت إسرائيل أن تحيده على الأقل من زاوية المشاعر من التضامن مع أشقائه في الضفة الغربية. حالة التضامن هذه أنا أعتقد أنها تغيظ إسرائيل، هناك حالة من التعاضد، حالة من التماسك تشير فعلا إلى أنه الشارع الفلسطيني يتوق إلى الوحدة، يتوق إلى ما يوحده، والمقاومة الحقيقة توحد الشارع الفلسطيني، وهي أكثر ما يوحد الشارع الفلسطيني في هذه الأوقات، لا سيما في ظل التغول الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. مشاهد القتل اليومية، أنا أشاهد الآن أو أستمع الآن إلى عمليات إطلاق نار أيضا، وأيضا عمليات إطلاق ألعاب، هي وحدة الساحات رامية. أحمد، إن كان على المستوى الشعبي أو كان على المستوى الميداني الذي نشاهده نموذج جنين، يعني في التفاعل، في العمل المقاوم، في التداعي بالنسبة للجسد الفلسطيني ككل، وما بعد هذه العملية طريقة أيضا التفاعل على المستوى الشعبي الفلسطيني. العاجل على شاشة الميادين يشير إلى أن قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية 7
قتلى وثلاثة جرحى إصابتهم خطيرة الغاية واثنان جراحهما متوسطة. إذن هذا وفق ما قاله قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية كما يتم تسميته، 7 قتلى 3 جرحى إصابتهم خطيرة للغاية، ونتحدث عن 2 جراحهما متوسطة. إذن مشاهدينا نحن وإياكم في هذه التغطية للتطورات في القدس المحتلة في هذه العملية الكبيرة الفدائية التي نفذت في شمالي القدس. من الحديث الآن عن منفذ استمر وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق النار حتى ارتقائه، نحن نقول شهيدا، وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأنه إطلاق النار حتى قضى، أسقط حتى الآن 7 قتلى وفق قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية، وعدد من الجرحى نتحدث عن 3 إصابتهم خطيرة للغاية واثنان جراحهما متوسطة. ومجددا الحديث عن قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية. العنوان الآن في القدس الرد والثأر كما سمعنا من العديد من المواقف التي خرجت من فصائل الفلسطينية، وكان معنا يعني ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال تأتي ثأرا لشهداء جنين، وكذا بالنسبة لحركة الجهاد. ومعنا من الحركة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سيد محمد شلح، مرحبا بكم، الموقف بالنسبة لكم سيد شلح. تحية لك ولجميع المشاهدين لقناة الميادين البطلة والغراء. أنا حقيقة في طريقي إلى استوديو القدس اليوم، ولكن تعثر الوصول، آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خرجوا ابتهاجا وهم يطلقون النار ويوزعون الحلوى في شوارع قطاع غزة ابتهاجا بهذه العملية البطولية. الآن تنفس أهل قطاع غزة الصعداء حقيقة ونحن على رأسهم بهذه العملية البطولية المشرفة التي رفعت رأسنا ورأس شعبنا وأمتنا عاليا. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي نبارك هذه العملية البطولية، وكنا بالأمس واليوم ونحن نجوب شوارع قطاع غزة بمسيرات حاشدة كانت تحمل عنوان الرد قادم والانتقام قادم، سواء من سرايا القدس أو أي من الفصائل. هذا هو رد الشعب الفلسطيني الذي لا يصبر ولا يتحمل على هذه المجازر التي قام بها العدو الصهيوني تحت مرأى ومسمع العالم كله. جاء الرد الآن حتى يثلج صدور كل المؤمنين وكل الأحرار والمقاومين في الأمة العربية والإسلامية. هذه العملية البطولية تقول هذه الحكومة الجديدة الهوجاء من غلاة المتطرفين أن الشعب الفلسطيني لا ينام على دمه، الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء حتى ولو أوتيتم كل هذه القوة وكل هذه الغطرسة. اليوم الشعب الفلسطيني رد باقتدار، وهذه العملية إن شاء الله تكون باكورة عمليات جديدة انتقاما من أهلنا من جنين ومن الضفة الغربية لما يقوم به هذا الاحتلال المجرم من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني. نحن في غزة كانت بالأمس سرايا القدس تتفلت وأطلقت بعض الصواريخ، وكان بودنا أن نخوض معركة مفتوحة، ولكن هناك بعض الأمور أو بعض الحسابات التي جعلتنا نتريس قليلا، لأننا كنا على يقين أن الرد سيكون قادم ومزلزل، وهو قد جاء الرد. وفي كل الأحوال نحن سنبقى سند وقوة إضافية إلى جنين وإلى الضفة وإلى القدس بإذن الله. وبالتالي تبقى كل السيناريوهات وأيضا يعني الاحتمالات حتى بالنسبة للمقاومة في غزة موجودة سيد شلح؟ نعم، كل السيناريوهات موجودة وكل الخيارات مطروحة على الساحة، لأن هذا العدو بقدر ما يتوغل في دمنا. المقاومة في قطاع غزة تقود المعركة باقتدار بعيدا عن ردة الفعل أو العواطف. لذلك لدينا حسابات دقيقة جدا، منتهى هذه الحسابات أننا لن نسمح لهذا العدو الصهيوني بأن يسجل علينا يعني نقطة انتصار نهائية بالمطلق، ما دام شعبنا كله اليوم مجمع على المقاومة. وهذه الحاضنة الشعبية التي خرجت الآن بالآلاف تقول لسرايا القدس ولكل الفصائل يجب أن تتقدموا وتردوا على هذا العدو المجرم.
لقد كانت بالأمس جنين، كتيبة جنين تذبح وهي تقدم ما يمكن الوصول إلى رقم 70 شهيد، ورغم ذلك لم تستسلم جنين. وهذا المخيم البطل ما زال يمثل قلعة إشعاع للمقاومة في الضفة الغربية وفي فلسطين، كل فلسطين. ونحن في الجهاد الإسلامي لن نرفع الراية البيضاء، وسنقف مع خيار المشاغلة والاشتباك مع هذا العدو بأي طريقة وبأي وسيلة في أي وقت وفي كل حين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سيد محمد صالح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة المحاصر. مشاهدينا، نحن وإياكم في هذه المتابعة والمواكبة والتغطية المباشرة لتطورات المشهد في أرضنا المحتلة فلسطين، العين فيما نركز على القدس في هذه العملية الفدائية الكبيرة البطولية. المكان القدس المحتلة، الزمان ما بعد حوالي يعني أكثر يعني يوم من مجزرة الاحتلال في جنين، ما بعد مجزرة جنين، ما بعد ليل غزة، المقاومة وأطلاق من صواريخ والاعتداءات الإسرائيلية، الإعلان الإسرائيلي بأنه التوتر مع قطاع غزة قد انتهى، الاستنفار الأمني الكبير الذي يعني تقوم به قوات الاحتلال لا سيما في القدس المحتلة، قدرة المنفذ لهذه العملية الفدائية البطولية من تنفيذها في القدس، في شمال القدس المسافة صفر، عدد القتلى حتى الآن بين 7 إلى 8 قتلى، عدد كبير أيضا من الجرحى، وعملية إطلاق نار حتى الآن يتم الحديث عن استخدام مسدس، وهذا أيضا له دلالة كبيرة. إذن مشاهدينا، القدس المحتلة تحمل عملية فدائية بطولية كبيرة، العنوان الثأر للشهداء في جنين بعد مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، والعين على القدس المحتلة وما سيأتي من بعدها، لا سيما عندما نتحدث عن حكومة للغلاة المتطرفين أو الفاشيين في اليمين الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو، وموجود أيضا مدير CIA للولايات المتحدة الأمريكية ويليام بيرز في أراضينا المحتلة، وكان قبله يعني موجود جاك سوليفان، وسيأتي وزير الخارجية الأمريكي الأحد المقبل في زيارات أمريكية، تصعيد موجود، والغليان هو العنوان وربما المواجهة الكبرى أو الانفجار. لكن ما بعد عملية القدس، ما بعد مزارة جنين، تجمع الأصوات مواقف المقاومة الفلسطينية أنه لن يكون كما بعد هذا المشهد. ناصر، إذا كان هناك أي جديد تطلعنا عليه، ونحن نتابع المشهد مباشرة من القدس المحتلة. تحياتي رامية. على ما يبدو 7 قتلى إسرائيليين، الثامن هو منفذ العملية. هذا أولي، لم نقل بأنه نهائي. 2، إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى في كافة أنحاء إسرائيل. مرة أخرى، رفع حالة التأهب القصوى في كافة أنحاء إسرائيل. ابن جبير وصل إلى مكان العملية، وطبعا في وجهي حكاية كاملة، الصورة أمامي، لكن في رام الله هتفوا قبل قليل ابن جبير وينه، أي كسرنا عينه، في إشارة إلى تحدي كامل شامل للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية. الحديث عن العملية التي وقعت في 8:15 بتوقيت القدس، بأنه منفذ العملية نزل بمسدس رغم كل الإجراءات الأمنية، وحدث ما حدث. هناك قوات كبيرة تدخل إلى مخيم شعفاط الآن، ولا أريد أن أقرأ الأخبار غير المؤكدة، لكن إسرائيل تشك بأنه قد يكون منفذ العملية مر من هناك أو خرج من هناك أو له علاقة من هناك. الأمر يتعلق بالعملية، قوات كبيرة تدخل إلى مخيم شعفاط. نتنياهو دعا. طيب ناصر، أنا لا أريد أن أقاطعك، فقط نشير إلى أننا سنكمل في هذه التغطية هذه الصور مباشرة من موقع تنفيذ هذه العملية البطولية الكبيرة في القدس المحتلة. زميلنا ناصر سيكمل أيضا إعطائنا آخر المعلومات والمعطيات والتفاعلات على أكثر من مستوى في إسرائيل، سيما على المستوى الأمني العسكري السياسي، وآخر المعلومات حول هذه العملية. لكن يكمل هذه التغطية وإياكم مشاهدينا الزميل كمال خلف. تفضل ناصر. نعم رامية، كنت أقول بأنه نتنياهو دعا إلى جلسة طارئة، جلسة أمنية طارئة فيها وزير الجيش وبالتأكيد وزير شرطته بن جبير وغيرهم،
والغريب بأن الاحتفالات تعم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأحياء كثيرة من القدس دون ذكر أسماء، سواء ألعاب نارية أو أنا من هنا من الاستوديو أسمع أصوات إطلاق النار ابتهاجا وفرحا لأثار نجنين. أكبر كلمة وأكثر كلمة أو أشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي يا مدرك الثارات أدرك ثارنا، يا مدرك الثارات تحولت إلى كل المجموعات عبر التواصل الاجتماعي. في هناك بيت أجر في جنين تحول إلى حفل، وصورة دقائق وتكون لديكم. المستوطنون حاولوا جنوب الخليل بين بيت لحم والخليل عند عصيون تكسير بعض السيارات العربية، لكن هذا لم ينفي بأن حالة الاستنفار التي تعيشها إسرائيل تدل على خشيتهم من تنفيذ عمليات أخرى قادمة. الخارجية الأمريكية تعلن التزامها الكامل بأمن إسرائيل وطبعا لرفع معنويات المستوطنين، وتدين الخارجية الأمريكية الهجوم في القدس وتقول إن الإسرائيليين شركائهم. هناك عملية تمشيط مستمرة، لم تعلن الشرطة الإسرائيلية انتهاء العملية لكنها تتابع ردود الفعل كما قال الزملاء من غزة الضفة الغربية وفي داخل الخط الأخضر. هناك ردة فعل إيجابية عند الفلسطينيين ويقولون بأن هذه العملية كسرت أنف بن جبير وأمثاله في الحكومة الإسرائيلية. أذكر بأنه هذا بعد البيانات التنظيمية الفلسطينية التي قالت بأنه من حق الشعب الفلسطيني الرد، وبعد 24 ساعة فقط من وقف التنسيق الأمني. هنا لابد ولأهمية الموضوع أن أذكر شيء، الصحافة العبرية يوم أمس الليلة الماضية وصباح اليوم سخرت من قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني، استهزأت بالموقف الفلسطيني، أطلقت النكات والملح على الموقف الفلسطيني، وقال أحد الصحفيين الصهاينة أن الفلسطينيين هم الذين يحتاجون للتنسيق الأمني. وصل الأمر إلى الاستهزاء الكبير وعدم الاكتراث بالموقف الفلسطيني. أعتقد بعد هذه العملية سيختلف الموقف كثيرا، وسوف يقول الإسرائيليون عكس ما قالوا في الساعة الماضية. هل هذه باكورة موجة عمليات مع الإشارة إلى أن القوى والفصائل الفلسطينية عمليا منذ 2005 أي منذ 17 سنة 18 سنة أوقفت العمليات داخل الخط الأخضر وقررت بأن تناضل بالمقاومة الشعبية غالبا، أو كما لاحظنا المواجهة مع غزة غالبا؟ العودة إلى هذه العمليات ستغير المعادلة بشكل كامل إذا كان هناك قرار تنظيمي بتنفيذ عمليات في الداخل. هذا سيقلب الشرق الأوسط كله وليس فقط حكومة إسرائيل. طيب ناصر تبقى معنا، حياكم الله مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة عبر شاشة الميادين، نرصد فيها أصداء وتداعيات العملية الفدائية البطولية التي نفذها فلسطيني اليوم في القدس المحتلة، والتي أسفرت حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل 8 إسرائيليين حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. بعد خروج مجموعة من المستوطنين اليهود من كنيس شمال القدس قام فلسطيني بإطلاق النار عليهم وتسبب بمقتل 8 منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة. هذه الصور مباشرة مشاهدينا الكرام، إجراءات أمنية مشددة تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس. ردود الأفعال تتوالى بطبيعة الحال. قبل قليل كنا نعرض مواقف لحركة أنصار الله تبارك هذه العملية، حركة أنصار الله في اليمن تبارك هذه العملية وتصفها بالبطولية. طبعا بيانات للفصائل الفلسطينية أيضا ترد تباعا، تتابعونها على شاشتنا الآن. في هذه الأثناء إيتمار بن كفير وزير الأمن الإسرائيلي يصل إلى مكان تنفيذ العملية، وهذه الصور المباشرة محاط ب عدد من شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان. نتابع مشاهدينا هذه الصور الآن. قبل قليل كان في هناك حديث عن
اجتماع أمني لحكومة نتنياهو، لا أعرف إذا كان انتهى الاجتماع، حتى بن كفير يتجول الآن في مكان تنفيذ العملية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث عن اجتماع أمني لحكومة بنيامين نتنياهو لدراسة حيثيات ما جرى اليوم في القدس وهذه العملية البطولية النوعية التي جاءت ردا على مجزرة مخيم جنين يوم أمس التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. نشير أيضا مشاهدينا أن هذه العملية تتزامن مع وصول مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى فلسطين المحتلة وإلى الضفة الغربية، كذلك يقوم بزيارة تمهيدية تحضيرا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي سوف يصل إلى فلسطين المحتلة الأسبوع المقبل. الخارجية الأمريكية أصدرت بيان قبل قليل تقول في هذه البيان بأنها تؤكد على التزامها بأمن إسرائيل، تؤكد كذلك الخارجية الأمريكية بأنها تسعى إلى خفض التصعيد وتدين طبعا مقتل المدنيين حسب البيان. كذلك حسب بيان الخارجية الأمريكية بأنه لا تغيير على الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى فلسطين المحتلة وإلى الضفة الغربية. نتابع هذه المشاهد معكم. هذا إيتمار بن كفير أحد أركان الحكومة الفاشية في إسرائيل. معي مباشرة من القدس المحتلة هناء محاميد، نطلع من خلالك هناء على مجريات الميدان في هذه اللحظة. نعم كمال، يعني حالة طبعا الاستنفار الإسرائيلية لا تزال قائمة بأعلى درجة في مدينة القدس، وكذلك جرى إغلاق الحاجز العسكري المؤدي إلى مخيم شعفاط وبلدة عناتة، وفي هذه الأثناء أيضا يعني يجري اقتحام كبير من قبل قوات الاحتلال يعني هذه المنطقة شمال شرق مدينة القدس، التي يعني قد التوقعات أو الترشيحات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه لربما خرج تحديدا يعني منفذ العملية من هذه المنطقة. طبعا الإعلام الإسرائيلي يتداول اسم لمنفذ العملية والمنطقة التي يعني ينتمي إليها وأيضا الحركة التي ينتمي إليها، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد من حول هوية منفذ العملية وإذا ما كان استشهد أصلا أو لا، يعني هذه المعلومات لا تزال ضبط يعني تفضل أيضا عدم التأكد. هنا أرجو أن تعيدي الجملة الأخيرة، تفضلين عدم ذكر اسم المنفذ كما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية وإلى أي تنظيم أو كتائب ينتمي وإلى أي منطقة؟ يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن التنظيم الذي ينتمي إليه منفذ العملية هو حركة حماس، ولكن وأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، قد يكون يحمل الجنسية الإسرائيلية أو قد يكون يحمل هوية مدينة القدس، يعني أن يكون من سكان مدينة القدس، ولكن أفضل حتى هذه المرحلة عدم تداول الاسم طالما لا يوجد مصدر رسمي لهذا الاسم عدا طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي الماضي كان هنالك في بعض الأحيان تداول لأسماء فلسطينية لشبان تبين لاحقا انها يعني مغلوطه، وكان يعني في اعقاب هذه الاعلانات من قبل وسائل الاعلام الاسرائيليه تجري عمليه تداول كبيره فلسطينيه ومن ثم اعتقال لاشخاص لا يكونوا يعني على اي صله باي عمليه، وهذا ما كان يتبين. لذلك بهذا السبب كمال يعني لا اريد ان اذكر الاسم تحديدا حتى يكون هنالك تفصيل رسمي فلسطيني على الاقل أو رسمي حول هوية منفذ العملية، ولكن واضح كمان بأن من نفذ العملية خصوصا بأن الخطة الإسرائيلية تتحدث بأن منفذ العملية انتظر يعني خروج من كانوا في داخل الكنيس اليهودي ليلة السبت، نتحدث عن ليلة السبت في منطقة مستوطنة نافري يعقوب بالمقامة أصلا على أراضي تابعة لبلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس، أقيمت بعد العام 1970.
يعني مرافق العمليه انتظر خروج يعني من كانوا في داخل الكنيس، ومن ثم قام باطلاق النار عليهم. ويبدو من ذلك، من هذه المعلومات الاوليه التي اعلنت عنها سلطه الاحتلال الاسرائيلي، بان منفذ العمليه يعلم تفاصيل هذه المنطقه وتقاليد ايضا ربما هذه المنطقه تحديدا. يعني هو لم يصل الى هذه المنطقه عن طريق الصدفه، انما يبدو بانه على علم ودرايه في عدد من التفاصيل، وهذا لربما يرجح بالفعل بانه قد يكون من داخل مدينه القدس او من ضواحي مدينه القدس كمان. طيب هنا ستبقين معنا بطبيعه الاحوال، ونحن مستمرون في هذه التغطيه ومتابعه ما يحدث في القدس في وهذه الصور مباشرة، أعود وأكرر، من مدينة القدس، نتابعها مع مشاهدينا في جنوب لبنان. من صيدا مراسل الميادين جمال غربي يرصد لنا كذلك ردود الفعل أصداء هذه العملية، حيث أنت جمال. نعم كمال، يمكن القول بأن وحدة الساحات اليوم تتكامل بعد شيوع خبر العملية البطولية التي حصلت في مدينة القدس. جميع المخيمات في حالة فرح، في حالة ابتهاج، مساجد يعني المخيمات تصدح بالتكبيرات ابتهاجا بهذه العملية. هناك تجمعات عفوية تحصل في جميع المخيمات الفلسطينية، وليس فقط في عين الحلوي كما ذكرنا في بداية التغطية، إنما في كل المخيمات الفلسطينية. هناك دعوات للخروج في مسيرات، الآن تتجمع مسيرة في مخيم عين الحلوي أمام مسجد خالد بن الوليد لتخرج في مسيرة تجوب شوارع المخيم. نتحدث عن إطلاق مفرقعات وإطلاق رصاص ابتهاجا في هذه العملية في مخيم عين الحلوي. أيضا في نفس الوقت هناك يعني توزيع للحلوى في كافة شوارع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ليس في مخيم فقط، وهذا يجسد يعني كما ذكرنا وحدة الساحات كمال. أيضا يعني لابد لنا أن نشير إلى أن هذه التجمعات وهذه التحركات وهذه الأجواء الاحتفالية هي أجواء عفوية تسود يعني المخيمات الفلسطينية، وذلك بعد العمليات، بعد العملية البطولية التي حصلت في مدينة القدس. يعني الموقف واضح وصريح من خلال هذه التحركات، أبناء الشعب الفلسطيني بكافة انتماءاتهم هم خلف المقاومة الفلسطينية. وهنا لابد من الإشارة بأن جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية اليوم خرجت في تحركات شعبية أكدت فيها دعمها للمقاومة الفلسطينية في الداخل. طيب وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأنها يعني تتحدث عن نشر صورة منفذ هذه العملية، أيضا في أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط، أنباء كثيرة ترد في هذه الأثناء مشاهدينا، وفي تسارع للأحداث. لكن لنطل على غزة من خلال أحمد غانم، الاستعدادات في غزة أحمد، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تعقد مشاورات وهناك حالة استنفار في غزة، كيف يبدو المشهد؟ أحمد غانم معنا؟ طيب أحمد غانم ليس معنا في هذه الأثناء. ناصر اللحام، أعود إليك مرة أخرى، الأنباء كثيرة ترد الآن، نريد أن نتأكد منها، في أنباء عن مقتل حاخام في العملية الفدائية، أيضا أنباء عن قطع وزير الجيش جالانت لزيارته لواشنطن للولايات المتحدة الأمريكية، وتحركات ميدانية أخرى. هل تستطيع أن تؤكد لنا ما يرد من أنباء حتى الآن ناصر؟ أؤكد لك كمان بأن إسرائيل تكذب حتى في قتل العملية. يعني الحركة الصهيونية ترقص على جثث القتلى، نشروا بأن العملية داخل الكنيس، والحقيقة أنه منفذ العملية لم يدخل الكنيس، لم يصل الكنيس اليهودي، لم يصل دار العبادة، وأنه هم فقط لجلب الأنظار أنهم هم الذين يعتدون على الحرم الإبراهيمي وعلى كنيسة القيامة وعلى المسجد الأقصى. العملية كانت كالتالي، العملية بدأت بعيدة 300 متر عن الكنيسة اليهودي، استمر المنفذ في السير وقتل المستوطنين لمن يواجهه في الطريق، كانت نهاية الطريق عند الكنيس، لم يدخل الكنيس، ركب سيارته وغادر المكان. حين شاهد سيارة شرطة إسرائيلية
غادر السيارة ونزل واشتبك معها حتى استشهد خارجها. وكل الرواية الإسرائيلية الأولى بأن العملية ضد كنيسة يهودية هي أخبار كاذبة، المقصود منها هي فقط استدرار عطف العالم وقلب الحقائق على الأرض. فيما يتعلق بجالنت هذا صحيح، هو يقطع زيارته تقول المواقع العبرية ويعود على أول طائرة، وطبعا عودته يعني لن يكتشف القارة الأمريكية فيها، يعني الجنرالات كلهم في تل أبيب، لكن بروتوكوليا ممنوع أن يبقى في الخارج وحدث كبير كهذا. أردت أن أقول بأنه الآن إسرائيل تنشر أسماء وغالبا تقول أنه منفذ العملية من حماس وأن الرد سيكون في غزة، هذا كلام إعلامي، هذا ليس كلام رسمي. النتائج ستكون بعد اجتماع نتنياهو مع جنرالاته، ولكن إمكانياته محدودة. إذا صدقت الرواية الإسرائيلية أن المنفذ يحمل الهوية المقدسية، وإذا صدقت ما تنشره وسائل الإعلام العبرية أن المنفذ من مخيم شعفاط، مخيم شعفاط الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال أول أمس وهاجمته 300 جندي وقتلت الأطفال في شوارعه ويتعرض للهجمات الإسرائيلية غير المتوقفة، إذا كان فعلا هو مقدسي فإن إمكانية الرد من جانب نتنياهو صفر. مع هل سيرد على الضفة الغربية وغزة بحجة أن المنفذ من القدس؟ مشكلة نتنياهو ستكون مزدوجة. وطبعا مواقع التواصل العبرية الآن هي التي تكتب أين بن جبير في إشارة إلى تحميل مسؤولية هذه الدماء ومسؤولية كل هذا العنف من شدة كراهيته ومن شدة الخطاب العنصري الذي يبثه. على كل حال من الأحوال على ما يبدو العملية هذه في ذيولها تنتهي، لكن الاستنفار كمان كامل شامل في كل إسرائيل خشية عمليات أخرى. طيب سأعود إلى غزة والتحريض على غزة، كما قال ناصر اللحام وسائل الإعلام العبرية تحرض على غزة وتشير إلى أن المنفذ من حركة حماس، طبعا هذه الأنباء غير مؤكدة على الإطلاق حتى يصدر بيان فلسطيني يتبنى العملية أو تكون هناك معلومات قاطعة بشأنها. المشهد، الصورة في غزة أحمد غانم. نعم كمال، المشهد في غزة لا ينفصل تماما عن المشهد الفلسطيني برمته. نحن نتابع الصور التي تردنا من الداخل المحتل، من الضفة الغربية، من بيت العزاء شهداء جنين، كلها تحولت إلى منصات فرحة. الشوارع، نزل الناس إلى الشوارع كمال بشكل عفوي، أطلقت النيران في الهواء، صبحت مساجد القطاع بالتكبير، وزعت الحلويات في الشوارع، وأطلقت الألعاب، يعني الألعاب النارية. كما ذكرت سابقا كمال، فقد بات سكان قطاع غزة يعني وقد ملأهم الحزن. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت باللون الأسود، كان هناك حالة من الحزن الشديد، حالة من الغضب الشديد على ما جرى بجنين. هذه العملية تعيد الفرح. أنا أستمع الآن إلى أصوات المساجد، لا زالت يعني تدعو الناس للنزول إلى الشوارع. أستمع أيضا إلى عمليات، إلى أصوات إطلاق نار قد تكون بعيدة نوعا ما. هذا يعني هذا المشهد هو مشهد طبيعي لغزة حين تتضامن مع شقها الآخر في يعني في الضفة الغربية. عمليات الاقتحام اليومية أساسا غزة كما تابعنا كمال، يعني كانت أول من يعني استنفر وأول من رفع سيف القدس دفاعا عن مدينة القدس المحتلة، حين يعني هاجمت إسرائيل الأقصى، وحين اقتحم المستوطنون في مسيرة الإعلام المقاومة الفلسطينية انتفضت. وأعتقد أن مزاج الشارع الفلسطيني والحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية كله أيضا كان اليوم بالمسيرات التي خرجت إلى الشوارع، بالشعارات التي رفعت دعما لكتائب المقاومة في الضفة، عرين الأسود وكتيبة جنين وبلاطة، صور الشهداء التي رفعت، كلها تؤشر إلى حجم الارتباط الفلسطيني، حجم الرغبة العارمة بهذا التوحد. أعتقد أنه هذه هي المشاعر الحقيقية التي توحد الفلسطينيين. ما يجمع الفلسطينيين اليوم هي مشاعر الوحدة، مشاعر التعاطف ومشاعر الفرحة.
بأن جزء من هذا الثأر قد تم هذا اليوم بهذه العملية كمال. نعم أحمد غانم أشكرك جزيل الشكر، سنكون معك خلال هذه الليلة طبعا لرصد أي تطور يحصل في قطاع غزة. هناء محاميد أيضا لك كل الشكر، وناصر اللحام بطبيعة الأحوال من خلالكم سوف نطلع المشاهد العربي الرأي العام العربي على مجريات وتفاصيل الأحداث. مشاهدينا المقاومة ترد، المقاومة تثأر، المقاومة حية وجاهزة.